ولاية البيض إلى محطات شبه فارغة باستثناء أصحاب حافلات النقل وقلة من المسافرين بسبب الحرارة المرتفعة التي أعاقت نشاط وتحركات السكان. التقرير لنور الدين الرحمن. يعاني الناقلون بمختلف الخطوط بولاية البيض شبه بطالة منذ قرابة الشهر في ظل غياب المسافرين في ظاهرة غير مألوفة للجميع. ما كاش خدمة، انا من 7 تاع الصباح هنايا راك شوفي الوحده مثلا ما صرجيش كاع. الخدمه ناقصه، دي فوا يطيحوا بلاص دي فوا ما يطيحوش، او انما الواحد يتحرك يمشي على الوقت تاعو باش ما يخليش وزن. ميته تروح تبط وتجي تبط، ما فيها لا زيد، الشعب ما يجيك، وحنا رانا قابضين وثاني يخلصوا علينا هنا في لاجونس وبصح قاعدين في الظل. الحرارة، الناقلون الفوضويون وغيرها الأسباب تعددت وكلها اجتمعت على أن الخاسر الأكبر هم الناقلون. لي فواياجور كاين اللي دار الكونجي تاعه كاين اللي دار هود البحر، الناس ماهيش رايحة باغية تقعد السخانة. الناس تخرج لك في السمشو، وين اللي يخرج لك في السمشو يقتل روحه؟ راه صاحبي يخرج راه الطربقة، هنا رانا قاعدين ندمروا فيها وخلاص. الشعب ناقص، الناس كما نقولوا كان لي فروض يخدموا بزاف ما يجيش، لي فروض قدام لاجونس يرفدوا في الشعب، احنا في ما يدخلش كاع الشعب هنا لاجونس. الظاهرة كان لها تأثير أيضا على القلة من المسافرين الذين يقصدون محطات النقل أين ينتظرون الساعات الطوال للإقلاع. طول الحرارة سيرتو لي كان عندك مريض، أنا وعندي مريض والله لا زفرت قسما بالله لا خلصت وراني صابر ومانيش عارف كاع كيفاش. ينتظر الناقلون انقضاء العطلة وتحسن الطقس.